مرتبات اللي اليوم الغرفة الوطنية للحلويات تقول إنها المصانع هذه مهددة بالغلق بسبب نقص بعض المواد الأساسية في صنع المرتبات، وأهمها مادة السكر، خاصة نحكيه على المناسبة المهمة في عند التوانسة واللي ياخذوا فيها المرتبات، وهي رأس العام. باش ناخذوا احنا أكثر تفاصيل مع رئيسة الغرفة الوطنية للحلويات سامية إذياب. صباح الفل، أهلا وسهلا. صباح الخير لله، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم. مرحبا بك سامية. شنو بالضبط المشكل؟ خاصة نعرفوا انه فما مشكل السكر والا غير ولا الزيت ولا الفارينة ولا كذا، ومشكل عنده توا اشهر واحنا نحكي فيه، ما معناها كي وصلنا للمناسبة معناها عرفنا اللي احنا في مشكلة، ولا ديجا انتم من قبل قاعدين تحاولوا باش تلقاو حلول؟ والله هي المشكلة قائمة عندها توا من وقت الكوفيد، معناتها اما زادت تعكرت توا عنا عام، واحنا معناتها في مشكل كبير، معناتها في التزود بالمواد الاوليه ككل، معناتها نوع في الغلاء الاسعار، وزاد علينا نقصها، وفي بعض الاحيان عدم وجودها، مش حتى نقص برك. اللي توا زادت معناتها الحده نتاعها هي ماده السكر، معناتها السكر توا صبرنا، لا هو لا زيت لا زبده لا حليب لا عظم لا حتى شيء، مي اللي العمود الفقري نتاع الحلويات هي السكر، نحبه ولا ما. دونك ماده السكر التزود نتاعها اصبح مستحيل، معناتها رغم تضافر الجهود نتاع الرئيس المدير العام السيده الوزيره، الكل خذوا بعين الاعتبار معناتها لي ريكلاماسيون نتاعنا، والحق عطاو تعليمات حتى للاداره باش تتلها بينا، لكن الله غالب، معناتها ديما ثم مشكل كبير من طرف التجار، معناتها بالجمله هما قاعدين عاملين ما نعرفش، انا ما نجمش نقول اتحدوا مع بعضهم على اساس انه التزود بشروط، والشروط هذه يعني ماهيش معقوله، معناتها حتى الليغال. زيد فسر لي على خاطر الوقت اللي تقول لي هكا، يعني فما طرف في الوسط هو المسؤول، احنا نعرف انه فما مشكل حتى على مستوى عالمي، خلينا نقولوا على مستوى وطني، فماهوش يخصكم انتم المشكل هذا فقط، المواطن اليوم العادي كي يمشي باش يشري سكر ما يلقاش، دونك انتم فما طرف معناها بالنسبه لكم هو المتسبب في الاشكال هذه، والا لان والله فما هو ماده السكر كيما قلتم انتم راهو في كامل العالم، معناتها هو راهي المواد هذه، معناتها توسكي برودوي اليمونتير راهو مشكل في العالم كامل، سيفري، مي احنا كشركات قاعدين معناتها نساهموا بمئويه كبيره في اقتصاد تونس، واللي راهو المواطن التونسي كما قال لي بعض الاخوه، قالوا لي لا هو سيتان ليكس، عمره ما كان ليكس، هو حاجة ضرورية في حياة المواطن التونسي وحياة المواطن ككل، معناتها منه اللمجة نتاعنا، منه أفراحنا، مسراتنا، ماكلتنا الصباح، قهوتنا، معناتها راهو حاجة ضرورية. بالنسبة لكم انتم السركوي شنو كيفاش مادام السركوي هو راهو مشكلة كبيرة يطول شرحها، ما يجيش في ربع ساعة ولا نص ساعة، هو راهو يقع، احنا علمنا السلطة المعنية الكبيرة وعطات لوردر للإدارة، والإدارة أعوان الإدارة شوية منهم هما اللي خلاو التجار زادة فدوا، يقول لك أنا ناقص من الصباح حتى للساعتين، الوقت اللي هو زادة ضعيف ياسر، خاطر مش لو سي تي راهي تسكر الساعتين ما عادش تزود، ناقص وساعات نعمل ثلاثة أيام نشد الصف وبعد ما ناخذ حتى شيء، دونك أنا خليني ناخذ روحي مش ناخذ لك اللي كنتي كبائع مرطبات ولا كرئيس ولا كأنتربريز، دونك هذايا خلق مشكل كبير. حبينا احنا ناخذه ديريكت من لو سي تي، من الديوان التجاره، الديوان التجاره حبينا ناخذه ديريكت، كيف العوان غادي كان، واحنا كيفاش نحلوا لكم ديكود وانتم برشا ومش تقعنا برشا خدمه، معناتها هنا ما تفهم شيء. ما نحكيوش على الإطار الكبير، معناتها الرؤساء ولا السيدة الوزيرة ولا رئيس المدير العام ولا المدير العام، الكل معناتها عاملين مجهود جبار باش يوصلوا لنا احنا السلعة، لكن
الشيء ماشي حتى في الصغار معناتها في الإدارة في حد ذاتها يعني وفي التجار في حد ذاتها فما تعطيل وفما عارق من طرف الإدارة معناها أنت فما سلسلة كاملة غير منظمة عملية التزويد راهي غير محكمة ما فماش عملية فيها الشفافية واضحة برا امشي لفلان تو تلقى سلعتك احنا توا في ظرف شهر يعني عملنا 4 تجار بدناهم كل تاجر يرفض باش يعطيك يقول لك انا اللي باش نعبيه لك انت نمشي نعبيه لروحي اللي كانت عنده كوتا باش ياخذ 2 ترانس ولا يحكي يقول لك ليه انا نحب ناخذ 3 ترانس انا كنزيد نهز لك 3 ترانس اخرين نتاعك انت انا ما كميوني ما يهزش والا ما نقدرش وزاد كيف كيف لو كان عطاونا احنا في الاداره نتاع السيتي عطاونا قدر يعني مثلا الكميون اللي هو ساهم باش يفرق لنا وباش يعطينا يا خويا يعطيه لولويه في الدخول مثلا اعطيه فافور توا المشكله تحلت فافور انت تقول اعطيه فافور غيرك يقول لك ما علاش تعطيه معناها علاش نعطيوك ليك انت الفافور السكر والا غيره من المواد ماهوش فافور نقصد راهو باش تعطيه معناها ماذا بها في الدخول راهو اي خاطر احنا اي ولكن حتى المواطن حتى المواطن اللي يحب يشري باكو سكر من مجازان والا من عطار والا كذا يقول لك انا عندي نورمالمون اولويه معناها تعطي فافور للناس اللي باش تجيب لي انا مش للناس اللي تخدم انتم من جهتكم تقولوا قاعدين نساهموا في الاقتصاد قاعدين عندنا ناس نخدموا تخدم معانا فما يد عامله فما كذا كذا كل طرف على كل حال يقول انه هو عنده الاولويه ولكن تقعد اليوم فما المشكله وهذا نداء اليوم تطلقوا الغرفه الوطنيه للحلويات طبعا نعرف ان المناسبه اللي جايه راس العام مناسبه مهمه هل انه باش يتم نعرفش نحل المشكل من هون الايام الجايه والا لا على كل حال مدام سامية نقعدوا على تواصل معك في صوره فما اي جديد وشكرا ليك على تدخلك معنا يلا احنا باش نمشي وبعد شويه للاخبار.